أهلا بكم الإخوان والأخوات في فيديو جديد على قناتكم إيريد أش نيوز. هذا أخوكم يوسف، كنحييكم. نتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير وتكونوا في صحة جيدة. الإخوان والأخوات، أنا صراحة في الفيديو ما غنقولك لا بارطاجي لا دير أبوني لا درشي كامل، ما غنقولش لك درشي شأنوك. صراحة الله درشي اللي شناه والبارح ألمنا صراحة، وصراحة نوض القلوب ديالنا صراحة من بعد واحد يعني واحد كانت واحد الهدنة، وكنا درنا الديرة دابا الأمور بعدا على الأقل مبقاش كما كانت قبل. صراحة حتى جو البارح وشنا هذا الشيء العالم كامل شاف، ماشي غير حنا. يعني كيفاش أن 8 ديال الصواريخ استهدفوا يعني مخيمات في رفح ومخيمات معروفة للمدنيين النازحين في غزة، جاو من الشمال حتى الجنوب. يعني بواحد القوة ديال يعني الجيش المستعمر الصهيوني، بعد ما يعني رغموا بالقوة مشاو للجنوب، ومشاو للجنوب فعلا في رفح، حدا رفح كانوا مخيمات كثيرة. فحتى البارح شنا قصف مباشر، وشنا يعني أشلاء ديال الدراري صغار، أشلاء ديال نساء، وديك الطريقه الوحشيه صراحه كيفاش يعني كان داك الهجوم، باش نقول لكم لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. هذه ماشي اول مره، يعني وفات اكثر من 45 واحد وعاد المئات من المجروحين. وش نقول لكم، ما لقيت ما نقول، لا حول ولا قوه الا بالله. دابا راه تقريبا اكثر من 36 الف يعني شهيد، بين اغلبهم نساء واطفال، لان الجيش الاستعماري الجبان كيستهدف غير هذوك يعني المخيمات والناس والبلايص اللي فيها الناس مدنيين. شنا يعني قصف قبل قصف مستشفى المعمدان، وشنا بزاف شنا يعني من الاخر د الربعينات وحنا كنشوفوا هذا الشيء، والعالم كيشوف هذا الشيء من الاخر ديال الربعينات. يعني شنا مجزرة الصابرة وشتيلة، خان يونس، يعني دير ياسين، شنقول لكم لائحة طويلة وطويلة جدا. شنا الشيح الجولان، شنا ما خلينا مشنا صراحة، اكتفينا من هذا الشيء، وهذا الشيء صراحة تألمنا بزاف. أنا صراحة ما جيت نهضر على هذا الشيء بالضبط، لأن هاد المجازر اللي كيعملها يعني جيش الاحتلال هي واحد المجازر اللي من قديم الزمن. انا ما اثار يعني حفيظتي وما يعني جعلني الكلام هو يعني صمت العرب، صمت حكام العرب والمسلمين. اين هي الجزائر التي كانت تدافع عن القضية الفلسطينية، وكانت تقول ان القضية الفلسطينية بالنسبة للشعب والنظام الجزائري أولوية؟ أين هي من هذا الكلام؟ أين هي الدولة التونسية؟ أين هو قيس سعيد؟ أين هو عبد المجيد تبون؟ أين هو الملك محمد السادس؟ أين هو السيسي؟ أين هو الشيخ زايد؟ سنقول لكم أين هو يعني، وأين هو وأين هو وأين هو وأين هو؟ ولا حاكم واحد خرج ودار واحد البلاغ اللي يعني شديد اللهجة، وخد موقف صريح من غير ديك البلاغات ديال والو اللي ولفناها. نحن نندد بشدة بدون أي دعم عسكري، بدون أي يعني واحد القطع للعلاقات وللقطع يعني للمنتوجات الصهيونية ومنتوجات الدول التي تدعم هذا الكيان الصهيوني. للأسف ولينا كنشوفوا الدول الغربية هي اللي كتدافع على يعني كتهاجم إسرائيل على هذه المجازر. أحيانا الله تشنا إيمانويل ماكرون تندد بهذا الشيء وتقول له هذا الشيء راه اللهم أن هذا منكر بهذا المعنى بالعربية. أحيانا الله تشنا وزيرة العمل الإسبانية يولاندا دياس كتندد بهذا الشيء. أحيانا الله تشنا وزير الدفاع الإيطالي تقول هذا الشيء راه ماشي معقول. أحيانا الله تشنا بلجيكا كتهضر على هذا الشيء وتقول هذا الشيء راه ماشي هو هذاك. أحيانا الله تشنا الدول
الأوروبية تدافع عن يعني غزة ضد هذه المجازر، بينما الحكام العرب صامتون، لا أحد يتكلم، لا أحد يحرك ساكنا. أنا لم أفهم صراحة كيف يفكرون هذه يعني الأنظمة العربية. أنا ما أنا أشوف أنا لا يهمني في هذا يعني الطرح سوى يعني الحكام والأنظمة العربية. نحن نعرف أن الشعوب مغلوب على أمرها، يعني أغلبية الشعوب العربية هي شعوب مسيرة، يعني تنشوفوا كل الشعوب مقهورة صراحة الله، يعني ما بيد حيلة، بينما يعني نرى الحكام صامتون، الحكام لن يحركون ساكنا. أين هي تلك موجة الغضب التي كانت في السبعينات وفي الثمانينات وفي التسعينيات وفي القرن الماضي، في نصف الأخير للقرن الماضي؟ أين هما الدول؟ أين هي الأردن؟ أين هي يعني سوريا مدمرة؟ أين هي مصر؟ أين هي يعني السعودية؟ أين هي الإمارات؟ أين هي قطر؟ البحرين؟ الكويت؟ ليبيا؟ تونس؟ الجزائر؟ المغرب؟ موريتانيا؟ واللائحة طويلة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كما قلت لكم يعني أول أمس، تم استهداف مخيمات في رفح للمدنيين، يعني بثمانية صواريخ، مات على إثرها أكثر من 45 مدنيا، ويعني اللائحة قابلة للارتفاع، الحصيلة عفوا قابلة للارتفاع، ويعني مئات الجرحى. لكن سبحان الله، أنا صراحة أستغرب من أواخر أربعينيات القرن الماضي والشعب الفلسطيني يناضل، وجيش حماس يعني يدافع ولن يستسلموا، الحمد لله. يعني بطولات تسجل يعني لمقاتلين الفلسطينيين، لكن الجيش الإسرائيلي يتستر عن هذا ويقول أنه يعني أشرس جيش في العالم، لكنه هذه الشراسة يظهرها فقط ضد المدنيين، يعني المدنيين الذين ليس لهم يعني أي شأن، يعني أو أي ذنب، يعني لا يحملون سلاح ولا يقاتلون، يعني هم مدنيون من نساء وأطفال وشيوخ، يعني يجدون نفسهم يقصفون من السماء يعني بطريقة بشعة، بطريقة وحشية أمام أنظار العالم. صراحة أقول شكرا لبعض الدول الأوروبية، وشنقول لكم، أنا قلتها في السابق، يعني صراحة شيء يحز في النفس أنك تشوف الأوروبيون يدافعون على غزة وعلى الفلسطينيين ضد هذه المجازر الوحشية للكيان الصهيوني، بينما العرب راقدون في سبات عميق. هناك من يريد أن ينظم مهرجان عالمي نفتخر فقط بالمهرجانات الموسيقية وبالملاعب وبالرياضة وبكرة القدم، ونفتخر بالإنجازات الواهية، بينما ننسى الجوهر، ننسى القضايا العادلة، ننسى القضية الفلسطينية، ننسى يعني التنمية البشرية، ننسى التنمية الاجتماعية، ننسى التنمية الاقتصادية للشعب. يعني كيف يعقل أن بلد يفتخر بملعب أو بفريق وتجد أن يعني شعبه يعني في طوابير عن الحليب وعن يعني المواد الأساسية؟ كيف نجد شعبا
عفوا بلدا يريد أن ينظم كأس العالم وكأس إفريقيا، وشعبه لا زال يعاني من غلاء الأسعار وزيادات تلو الزيادات، وآخرها الزيادة في غاز البوتان، ويعني زيادة في يعني في بعض المنتوجات مثل الخبز، يعني مثل الدجاج. فلا حول ولا قوة إلا بالله. كيف يعني نرى يعني شعبا يفتخر بأشياء يعني مادية بسيطة، يعني إنجازات رياضية، يحتفل بكأس يعني أو كأس الشامبيونز ليج الإفريقية، وبينما شعبه يتضور جوعا والاكتظاظ و و و و و صراحة شهدنا فقط في الأشياء الثانوية، بينما يعني أدرنا ظهورنا للأساسيات، للأشياء الأساسية، الأشياء التي تحفظ كرامة الشعب، كرامة الشخص، تحفظه وتصون كرامته. أين هي هذه الكرامة؟ أيننا من يعني التضامن الذي لقنتوه لنا في المدارس؟ أين هو هذا التضامن؟ لماذا لن يخرج ولا حاكم عربي واحد يعني يتحدث عن هذا الموضوع وينتد بشدة؟ ليس تلك التنديدات التي تكون يعني تافهة شفهية ببلاغ عادي أو يعني لا، نحن نريد قطع العلاقات، مقاطعة المنتوجات، وما أغلب هذه المنتوجات وما أغلبها يعني هي موجودة في كل دول العالم. لا نريد أن يعني أن نقول بعض الأسماء خشية يعني بعض الانتقادات، لكن هناك يعني على سبيل المثال وأنتم ستفهمون يعني قصدي، هناك محلات عالمية للساندويتشات للمأكولات، هناك يعني علامات عالمية للدجاج لأكلة الدجاج، هناك يعني ماركات عالمية للقهوة ومشتقات يعني بعض مشتقات القهوة، يعني العديد. ابدأ أنت من عندك، وأنا والآخر والآخر وأخرى وهو وهي ونحن، حتى يعني نستطيع أن نؤذيهم ولو بعض الشيء، لأننا صراحة فقدنا الأمل في حكامنا العرب. فأنا شخصيا فقدت الأمل، بينما أرى إسبانيا وفرنسا وإيطاليا تخرج ببلاغات شديدة اللهجة، وهناك من استدعى السفير الإسرائيلي للاستفسار، بينما العرب لا يحركون ساكنا. فهنيئا لنا بهذا يعني بهذا العار، أنا أعتبره عارا. وختاما أقول تحيا فلسطين، ويحيا الشعب الفلسطيني خارج وداخل فلسطين، يحيى الشعب السوري المهمش، الشعب السوري والعراقي يعني الذي هو موجود في شتى أنحاء أوروبا وأمريكا، مشرد بعيد عن بلده، والشعب الذي يقاوم داخل سوريا وداخل العراق. يحيى الشعب الفلسطيني الذي يقاوم نساء ورجالا وأطفالا وشيوخا وإناثا، يعني وشعبا كاملا من أواخر الأربعينات إلى حدود اللحظة، يعني حوالي 80 سنة، 80 سنة كاملة من المقاومة، ولن يكلوا ولن يملوا ولن يسمحوا في أرضهم مهما غلى الثمن، ولو يعني كان هذا على حساب إبادتهم لن يستسلموا. والحمد لله يعني يأتي جيل من بعد جيل من الفلسطينيين، وتستمر يعني القضية الفلسطينية حوالي أكثر من 80 سنة. يعني نحن نقترب من قرن من الزمن وهم يقاومون.
يعني كل سنة أو كل عقد أرى تراجع العرب وتخليهم، أو حكام وأنظمة العرب وتخليهم عن هذه القضية. فالحمد لله لا زال لدينا يعني أمة عربية، أنا لا أتحدث عن الحكام والمسؤولين، أمة عربية، شعوب لا زالت تؤمن بهذه القضية وتساندها ولو بصوتها، لأن الصوت هو كل شيء. ونحن يعني لن نحرر فلسطين بالهواتف وبالكلام الفارغ، لكن نرجو أن يعني يكون دعم من حكام العرب لهذه الأمة العربية المسلمة المكلومة. تحياتي لكم، كان معكم أخوكم يوسف، أحييكم من قناتكم YH News، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.